مباراة الفيحة والباطن كابتن يوسف سريعا ماذا حدث فيها؟ كانت مباراة متوازنة، الفريقين الاثنين تقريبا استحقوا نتيجة عادلة، نتيجة التعادل. الفيحة نزل معناها سجل 2 أهداف على تسديدات برا المنطقة. في المقابل فريق الباطن اليوم عمل مباراة جيدة، مباراة قتالية. اليوم أول مرة يلعبوا اللاعيبة الأجانب وحاسين اللي هم كانوا متجانسين وكانوا من مدة يتمرنوا مع الفريق، ثم روح انتصارية كبيرة لعب بها الفريق هذا بالرغم الظروف الصعبة اللي مر بها في المباراة. في تقديري الشخصي نتيجة عادلة 2-2، نتيجة عادلة. والله يا كابتن في بآخر الدقائق كور على بالقائم، نجيب كان تاخذ، كان ودك تجي جول انت والله على الباطن عشان والله ناصر ويدي ودي كنت ابي جول صراحه. السائل ابو بدر مسيب الخير بحول الله، فريقك يبشر بالخير اللي شاهدناه اليوم الى مباراه الاتفاق وابها، مباراه متقلبه. والله مباراه متقلبه صراحه، يعني يمكن المباراه اللي شاهد المباراه طبعا الاكيد انه ابها افضل صراحه يا كابتن يوسف في المباراه، قدر يسجل وامتلك، يعني لو نشوف الاستحواذ اعتقد انه ابها، ولكن الاتفاق لعب على هجمات المرتده يومها، وهذه باخر دقيقه المفروض انه ابها هي اللي تسجل. الاتفاق دائما الصبر زين، الصبر زين بعض الاحيان في المباريات. والله يا اخي الصبر زين، بس انه في مباراه زي حقت اليوم اي خطا، وانت عارف انت الاخطاء الدفاعيه عند الاتفاق والرجوع واللعب على طريقه الكرات المرتده، اعتقد انه الكويكبي يوسف كنتاكي ما ادري شو اسمه هذا يا كاتي كنتاكي بعد البرنامج ناكل انا وياك، هذا اذكره بالوحده، اذكره بالوحده يا كاتي يوسف. بس فعلا ابدع كوره، يمكن اعتقد دخل باخر الدقائق، اعتقد انه يستاهلون 3 نقاط انا باعتبار.